اليوم إن شاء الله حنحكي بآخر تشابتر بمادة الكوجنيسي بتشابتر 10. هذا التشابتر بيحكي على البلانت باودر اللي هي عبارة عن البودرة اللي إحنا بنحصل عليها من النباتات، وفي كتير أنواع من النباتات تتجفف وبتنطحن وبنستخدمها إحنا على شكل باودر من هاي النبتة. بداية، شو هو المقصود بالباودر؟ الباودر هي عبارة عن solid dosage form for medication، هي عبارة عن شكل صيدلاني صل. يمكن استخدام هاي الباودر for internal و for external use، يمكن استخدامه استخدام داخل الجسم ويمكن أن يتم استخدامه خارج الجسم. أول نوع من أنواع الباودر هي عبارة عن اللوكوبوديوم باودر، واللوكوبوديوم باودر إحنا بنجيبه من النبتة اللي اسمها اللاتيني لوكوبوديوم كالفيتم سبورز، واحنا بنستخدم فيها السبورز. they are highly flammable and the reason for that they have high amount of the they have also high amount من الاويل. family name lycopodiaceae، وبالنسبة للactive constituent فيها تحتوي على fixed oil وهو اللي بيعطيها الافكت الفلامبل افكت. fixed oil composed mainly، أكثر نوع من الفيكست أويل اللي موجود فيها هي عبارة عن اللايكوبوديوم أوليك أسيد، تحتوي على solid fatty acid such as المايستريك أسيد بالإضافة لللايكوبيدين. شو هي استخدامات هذا النوع من الباودر؟ number one هي تستخدم كدستينج باودر and for tablet coating. دستينج بنستخدمها بعمليات الصناعات as a dusting material، مادة عشان نمنع الادهيجن ما بين المولد وما بين المادة اللي موجودة فيه. برضو كمان it has antimicrobial use to treat skin infection، إلها استخدامات antimicrobial نستخدمها لعلاج skin infection التهابات الجلد. ثلاثة إلها استخدام cosmetics. أربعة في الأيام العادية nowadays it is employed as a quantitative microscopic، تستخدم كتير في عمليات الميكروسكوبيك examination لبعض المواد ولبعض الـ experimental tests اللي بتنعمل. النبتة الثانية هي عبارة عن الكمالة باودر. الكمالة باودر it's extract of the gland and hair of Metellus philippinus. family name الإيفوفيدرياسي. الأكتيف constituent تحتوي على الروتلين، ايزوروتلين، تحتوي على الريزن، وتحتوي على الكاملين، تحتوي على الأوليك أسيد، تحتوي على اللاريك أسيد، طبعا هدول كلهم فاتي أسيد، مايستريك أسيد، بالميتيك أسيد، ستياريك أسيد، كلياتها عبارة عن فاتي أسيد. كوروتوكسوجينين، وتحتوي أيضا على الرامينوز. استخداماتها هي تستخدم as anti helminthic. anti helminthic هي عبارة عن مادة تستخدم للتخلص من الديدان for treating tapeworm infection، لعلاج التهابات الديدان. برضو كمان تستخدم فور البوليريليتي، وتستخدم as antifungal material كمادة بتعالج الفطريات. Also it is used for treating diarrhea، لعلاج الدياريا. For treating الجندس، جندس هو الإصفرار أو اليرقان، لعلاج الملاريا. ولعلاج اليوروجينيتال انفكشن، التهابات الجهاز البولي التناسلي. النوع الثالث هو عبارة النبتة الثالثة هي عبارة عن اللوبيولين باودر. لوبيولين باودر it is obtained from الهمامالس لوبيولس. الهمامالس لوبيولس هو الفاميلي نيم، هي عبارة عن الكامبينيس من نفس فاميلي القنب. هي تحتوي على اللانيلول، تحتوي على الألديهايد، تحتوي على الألفا أسيد، تحتوي على الهوميولين، وتحتوي على اللوبيولين. استخداماتها هي تستخدم كمادة بيتر ماتيريال اند سيديتيف، هي مادة طعمها مر ولها تأثير سيديتيف. سيديتيف لها تأثير منوم. also هي المادة اللي بتستخدم as flavoring agent for beer، هي المادة اللي بحطوها في المشروبات الروحية عشان تعطي الطعم المر والطعم اللاذع. النبات الرابع هو عبارة عن الأراروبا، أو اسمه اللاتيني أو اسمها الثاني الجاو باودر. الأراروبا هذه باودر found deposit من الأندريا أراروبا وود.
طبعا هذه النبتة هي احنا بنستخدم الباودر منها، هو عبارة عن الباثولوجيكال maybe produced due to pathological condition، يعني بيطلع لما النبتة تصاب بأي infection، بأي أمراض، بأي مايكرو أورجانيزم بتبلش تطلع. الفاميلي نيم لجيميناسي. بالنسبة للأكتيف كونستيتيوينت تحتوي على أولا الكريستوبين، تحتوي على نسبة 80%، تحتوي على الرزن، تحتوي على الوود فايبر، على الألياف، وتحتوي أيضا على البتر اكستراكت اللي هي عبارة عن المواد اللي بتعطينا الطعم المر. استخداماتها الأروروبا تستخدم فور تريتنج الإكزيما، تستخدم للعلاج في حالات الإكزيما، في معظم الحالات هي تستخدم في علاج حالات التهابات الجلد أو مشاكل الجلد، فهي تستخدم في حالات الإكزيما، تستخدم في حالات سورياسيس اللي هي الصدفية، تستخدم أيضا في حالات الأكني، في حالات الطفح الجلدي أو في حالات اللي هي الحبوب، تستخدم في different skin condition، في مشاكل جلدية مختلفة. طبعا for skin condition يعني هي أي مشاكل بتكون على الجلد، وهي إلا إنه إلها تأثير keratolytic effect، هي مقشرة للأنسجة. أيضا تستخدم for treating constipation، لعلاج الكونستيبيشن، وهي تعتبر مادة irritant للجهاز الهضمي، وتعتبر مادة inducing اللي هي مقيئة، مادة مقيئة. very irritant to face and head، هي مادة بتعمل تهيج عالي كتير في الوجه وفي منطقة، يعني في بشرة الوجه، لأنها يعني تركيز المواد بيكون فيها عالي. الجزء الثاني اللي بدنا نحكي بهذا الشابتر هو عبارة عن المواد اللي طعمها مر، اللي هي البيتر برينسيبل. Bitter principle definition هي عبارة عن group of natural products which are non-homogeneous from the chemical point of view. They have in common bitter taste. هي مواد الطابع العام الغالب عليها إنها مواد طعمها مر، هي بتكون طعمها مر. بدنا نعرف شو هي هاي النباتات. These products they act on the hypothalamus. هاي المواد ممكن تشتغل على غدة تحت المهاد، الهايبوثالامس، which will stimulate the appetite، ممكن تحفز الشهية، also promote digestion، بتحسن عملية الهضم، بنفس الوقت increase bile production by liver، increase زيادة مفرزات الحويصل الصفراوية أو العصارة الصفراوية اللي يتم إنتاجها لزيادة عمليات الهضم. مين هي هاي النباتات؟ أول نبتة رح نحكي عنها اللي هي الأرتميزيا سنة، وطبعا الأرتميزيا سنة السبيشي الأول السنة، طبعا تحتوي على السنة and various species. الفاميلي نيم اللي لإلهم هي عبارة عن الكامفزيت. الأكتيف كونستيتيوينت تحتوي على essential oil، تحتوي على السانتونين، وتحتوي على الأرتميزين. استخداماتها هي تستخدم كمادة أنتي هيلمنتك against the worm against the round worm، هي تستخدم كمادة لعلاج الديدان حتى تخفف من الديدان اللي موجودة. طبعا هي مادة استخدامها كان قديما، لكن يعني خف استخدامها في الأيام الحالية. النبتة الثانية هي عبارة عن الأمي فيجس، الأمي في عفوا الأمي فيسكين، الأمي فيسكينا. الفاميلي نيم امبليفيري فاميلي. احنا بناخد الدراي دريب فروت، الثمار الجافة، وبنستخدمها. الاكتيف انجريدينت فيها الخليين، وهو المين كونستيتيوينت، هي المادة الرئيسية، ان اديشن بالاضافة للفينسجين. استخداماتها الخليين هي عبارة عن مادة بوتنت فازو دايليتر، هي مادة بتعمل توسع بالأوعية الدموية، تستخدم فور تريتينج انجينا بكتورايس الذبحة الصدرية، تستخدم فور برونكيال ازما اللي هي القصبات، توسيع القصبات الهوائية، او في حالات التهاب القصبات يعني. limited to use due to undesirable side effects، وزي ما حكيت بطل يعني معظم هذه النباتات تم ايقاف استخدامها.
النقطة الثالثة أو النبتة الثالثة هي عبارة عن الأميماجس. الفاميلي نيم هي عبارة عن الأمبليفيريا، والأكتيف كونستيتيومنت فيها تحتوي على الفيورانوكيمارينز. الفيورانوكيمارينز تحتوي على مواد مختلفة، منها الزانثينويد أو الزانثين توكسين، تحتوي على الإمبريتينوين، وتحتوي على البريجبتين، وتحتوي كمان على المارمارينز. استخداماتها هي تستخدم فور سكن ديس اوردر لعلاج مشاكل الجلد زي البسورياسيس وزي الفيتيليجو اللي هي زي الصدفية والبهاق. إيميجاج هي بتساعد بتخفيف الآلام في أثناء الحيض. دايوريتكس هي بتزيد من معدل إدرار البول في الكدني في حالات الكدني ستون، في حالات الحصى أو الرمل اللي بيكون بالكلى. Also it is used for urinary tract infection. تستخدم لعلاج، هي لأنها مدرة للبول فهي تستخدم لعلاج مشاكل كثيرة من مشاكل الجهاز البولي. لهون هيك احنا بنكون خلصنا مادة الكوجنيسي كلياتها، خلصنا هذا الشابتر، وبنكون خلصنا كل المواضيع المتعلقة بالنسبة